السلام عليكم، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال. فيديو جديد كما عودتكم ودرس جديد. ان شاء الله اليوم جبت هاد القطعه هذه ديال الثوب باش نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديال هاد الفتحه اللي كتكون في العنق ديال البيجامه او سوميج اللي كتجي للصيفات. ان شاء الله نوريكم بواحد الطريقه اللي غادي تكون سهله. هنا الصيفات كيكون عندهم الافتتاحات من الجهه الفوقانيه، انا ما درتش الافتتاحات باش خدمت القطعه بالسربه باش نوريها لكم، حيت غير قطعه غير شونتيو ماشي بياسه. وريتكم الطريقه كيفاش كتجي. ان شاء الله في الفيديو غادي تتعرفوا على الطريقه ديال الخياطه ديالها اللي هي بواحد السهوله ان شاء الله بسيطه وسهله. اول حاجه ان شاء الله غنبداو بيها، غنوريكم الطريقه ديال الفصاله. كناخد هذه القطعه هذه كنفصل فيها بحال اللي غادي نفصل البيجامه ديالي او بياسه ديالي. كنحط قياس الكتف، انا درت غير قطعه هنا وطويتها على جوج. قطعه ديال الثوب طويتها على جوج، حطيت قياس الكتف ديالي درت فيهم 21، درت 8 سنتيم ديال الفتحه ديال الخلف، عفوا هبط ب3 سنتيم ديالي ديال تسطيح الكتف. كنشد قياس عادي بحال اللي غادي نخيط، بحال اللي غادي نفصل البيجامه او كسوه او سوميش. انا هنا هاد القطعه هادي غير باش نبين لكم العنق كيفاش الخدمه ديالو. حاولت انني ندير العبار كله، كنقسم هنا المسافه على جوج وكندير التركيز ديالي. بالنسبه للعنق كندير فيه 7 ديال السنتيم او 8، حيتاش العنق كيجي مجموع شويه، حيتاش كيكون فيه صدف، داك الصدف هما اللي كنفتحوهم باش كندخلوا الراس ديالنا. كيكون العنق فيه 8 سنتيم او 7 سنتيم. الفتحه كنديروا فيها 15 سنتيم على حسب الصدف اللي غادي ديري. بغيتي الصدف يكونوا مثلا 4 صدفات كتهبطي ب20 سنتيم، بغيتي 3 صدفات كنديروا 15 سنتيم. بالنسبه لهنا غادي ندخلو بواحد ونص، كنهبطو بها حتى لديك 15 سنتيم اللي درت، وكنسطر باش كنعلم فين غادي تجيني القطعه. كنقلب التوب ديالي وكندير سنتيم ونص من الجهه الاخرى، سنتيم ونص وكنسطر. كنفتح الثوب ديالي وكيعطيني هاد الرسم هذا اللي غادي نعاود عليه، هو اللي غادي يعطيني الخياطه فين غادي نخيط. بالنسبه لهنايا كندير واحد المثلث اللي فيه 2 سنتيم من هاد الجهه و2 سنتيم من الجهه الاخرى، كيجيني على شكل مثلث. كنجيب القطعات ديالي اللي غادي يجيوني فيهم الصدف، كندير القطعه الاولى فيها 4 ديال السنتيم في العرض، الثوب مطوي على جوج 4 سنتيم. كنعبر 4 سنتيم حتى لتحت وكنقطع. هذه القطعه الاولى. القطعه الثانيه نفس العمل اللي درنا في الاولى، 4 ديال السنتيم. وكنقطع. بالنسبه للطول ما كنديروش الطول اللي درناه في الفتحه ديال العنق، كنزيدو عليه، كندير 18 سنتيم في الطول ديال القطعتين. واحد ونص ديال السنتيم على واحد ونص كتعطينا هي 3 سنتيم في ديك الرسم اللي درت. كنحط هاد القطعات بهذه الطريقه هذه، هذا هو الشكل اللي غادي نخيط عليه. من بعد ما كندير لهم السرجي جيت نخيطهم هنايا، غناخد 3 سنتيم غادي نعبر نتاكد واش عندي 3 ديال السنتيم. من بعد ما سرجيت القطعات غنحطهم على داك الرسم اللي درت. كما شفتوا 3 ديال السنتيم، وكنحط القطعه ديالي في الوسط، ما كنحطش الخياطه على الطباشير اللي رسمت، لا كنحط في الوسط وكنعبر 3 سنتيم.
كتجيني في الوسط، وكنبدا الخياطه ديالي كنخلي سنتيم وكنخدم على داك الخط، نحاول انني داك الخط التحتاني اللي درته هو اللي نخدم عليه حتى كنوصل لداك الخط اللي درت بالطباشير. وكنسد الخدمه ديالي دائما باش ما تتحلش ليا. كناخذ القطعه الثانيه وكندير لها نفس الخدمه اللي درت القطعه الاولى، كنتمنى يكون الرسم واضح لكم والخياطه واضحه. دائما سد الخدمه ديالي. بالنسبه لهنايا عاد غادي نقطع، كنحاول انني نفتح التو ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي نقطع في الوسط. كناخذ الحضاره ديالي بشويه، غادي نقطع لحد داك المثلث الراس ديالو، راس المثلث، وكنقطع داك المثلث للجنب الاخر، ونقطع عاوتاني من الجهه الاخرى. كنجيب مقص صغير باش ما ندخلش في الثوب، باش كنقطع لحد الخدمه اللي درت. مني تقلب ليا القطعه كتجي في الجنب ديال الخياطه اللي درت، كنوصل القطع التقطيع ديالي لحتى الخياطه اللي درت ديال القطعه كما كتشوفوا. كنقلب القطعه الاولى. بالنسبه للنساء كيجي الصداف على اليمين، بالنسبه للرجال كيجيو الصدف على اليسار. كندخل القطعه الاولى وندير عليها القطعه الثانيه ديال الثوب ديالي بهذا الشكل. كنقلب الثوب ديالي ديك المثلث اللي عطانا من التحت، كنحاول انني نقادهم بجبيهم وكنجبد بهذا الشكل هذا. هذا المثلث هذا كنخيطو مع هاد القطعتين ديال الثوب، كنرد البال بانهم يكونوا مقادين من الجهه الاخرى، كنلصقهم بثلاثه بيهم وكنخيطهم. طريقة سهلة ومضبوطة على هذا الشكل هذا. غندوز الخياطة من الفوق، خياطة زينية من الفوق، كنخيط من هنا عاوتاني من هذه الجهة باش كتجيني خياطة زينية. على هذا الشكل هذا بالنسبة للصدف، انا هنا درت 15 سنتيم، كيجيو 3 ديال الصدفات. من بعد ما كندير لهم الفتيحات على هذا الشكل هذا. كنتمنى من الفيديو يكون واضح ليكم. شكرا لكم على المتابعة، اللي مازال ما اشتركت في القناة شارك، وفيديو اخر ان شاء الله.